ماذا يعني شعار الهندسة المعمارية للجميع في ساو باولو؟ ترينا إحدى مهندسات المدن كيف طورت المدينة أحياءها الفقيرة. تقيم المهندسة المعمارية ومخططة للمدن السويسرية فابيان هيرتسل في هذه المدينة منذ عامين، ويتعلق عملها بالأحياء الفقيرة للمدينة الضخمة الواقعة في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية. نحن نعتني ب30% من سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة، وهم سكان يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر ويشغلون 10% من المساحات الحضرية. إذن توجد هناك علاقة متفاوتة بين عدد السكان والمساحة المأهولة. ساو باولو مدينة غنية، فالقوة الاقتصادية فيها تعادل القوة الاقتصادية لسويسرا. تصرف منها بلدية المدينة 4% من أجل رفع مستوى الأحياء الفقيرة. فابيان وزملاؤها العاملون في دائرة تخطيط المدن مسؤولون عن بناء بنية تحتية من الكهرباء والمياه وتعبيد الشوارع والأرصفة. إنها عملية تخطيط عكسية للمدينة. أنا لا أعمل كمخططة للمدن في منطقة خالية من الأبنية، بل يتعين علي التعامل مع واقع مبني، وهذا الواقع تزداد صعوبته حيث بنى الناس بيوتهم وأحياءهم بأنفسهم. فمهمتي هنا ليست ابتكار شيء جديد، بل تحسين ما هو موجود بإجراءات قليلة من العمل. رافقتنا فابيان إلى الأحياء الفقيرة لمدينة ساو فرانسيسكو التي تبعد 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، مروراً على جسر لم يكتمل بعد. ترينا فابيان أخطاء البناء في الماضي. إنها مساكن لذوي الدخل المحدود من سكان الأحياء الفقيرة التي يتعين عدم بناء مثلها اليوم. شيدت هنا مساكن لذوي الدخل المحدود وهي غير مثالية من ناحية التخطيط ومنعزلة تماماً عن الأحياء الفقيرة بجوارها. الأحياء الجديدة في ساو فرانسيسكو لا تتلائم مع محيطها، إذ يتعين بناء مركز للحي الفقير بعيداً عن الطريق السريع والحديقة العامة. إلا أن المنطقة التي سيشيد عليها المركز كانت سابقاً مكباً للنفايات، وتكثر فيها أكواخ يتعين إزالتها بسبب خطر الانهيارات. كما يجب توفير مكان بديل للسكان الذين كانوا يقيمون منذ فترة قصيرة في أكواخ وبيوت شيدوها بأنفسهم. لا تملك فابيان ومعه المهندس المعماري الألماني كلاوس باندل الذي يعمل في البرازيل منذ 15 عاماً وقتاً كثيراً. يجب أن ننجز كل شيء بسرعة، فنحن لا نملك الكثير من الوقت، وأتمنى أن تجد سيهاب وقتاً لمرافقة تصميم المشاريع. فالوقت يفوتنا ولدينا الكثير من الأعمال، فالمنحدرات تنهار والمياه تفيض، وهناك أمور أخرى تلح علينا لنسرع في عملنا. إن أفضل طريقة لبناء أكبر عدد ممكن من البيوت هي بناء المجمعات السكنية، إلا أن متطلبات قانونية تحد من إمكانية إعادة تصميمها. ينبغي ألا تتجاوز مساحة الشقة 50 متر مربع، وإلا لن تعد شقة لأصحاب الدخل المحدود. تبلغ مساحة الشقة هنا 43 متر مربع، وهو الحد الأدنى المطلوب، لأنه بأقل من هذه المساحة سيكون من المستحيل بناء شقة بصالة وغرفتي نوم. بناء الأروقة حل للخروج من ضيق المساحة، فبهذه الطريقة يوسع باندل الشقق السكنية الضيقة إلى الخارج، ويعتمد على الخطوط الواضحة والألوان الجديدة. أعجب السكان بهذا الحل. مولت أعمال البناء هذه من قبل البلدية والسكان أنفسهم، إذ عليهم الآن دفع نحو 30 يورو شهرياً على مدى 20 عاماً قبل أن تصبح الشقق ملكاً لهم. ومنذ مدة قصيرة تقيم هنا لوغيني مولا. لقد كنت أحلم بهذه الشقة كما لو أنني رزقت بمولود جديد. إنها توافق ما حلمت به تماماً. إنني لم أؤثثها كما ينبغي، إلا أنني أقدرها كثيراً. المهندس المعماري باندل يريد أن يعرف كيف يدبرون أمرهم في شققهم الجديدة.
أنا أحب شقتي، لكن أرغب بأن تكون نافذة المطبخ في مكان آخر، وعد ذلك فكل شيء على ما يرام. عندما فتحت باب الشقة لأول مرة بكيت، فقد انتظرت طويلاً لأحصل على شقة وعلى حياة أفضل لي ولابني. وهذا يعني أن الطريق إلى العمل سيستغرق ساعتين يومياً، وما زال الحي تنقصه ساحات عامة، فابنها لويس لا يجد إمكانات للعب. الحي الفقير كانتينيو توسيو جنوب مدينة ساو باولو يقع مباشرة بجانب حوض مياه الشرب التابع للمدينة. حول المهندس ماركو بولداريني ضفة الحوض إلى حديقة عامة. في الماضي نمت الأحياء الفقيرة إلى غاية ضفة الحوض، بعدها اتفق مع السكان على إخلاء المكان، فترك 10% منهم مساكنهم. أنا أشتغل على مشاريع اجتماعية عامة منذ كنت في المدرسة. إنني مهتم بهذا الموضوع، وهو يقربني من الناس في الأحياء الفقيرة أكثر. إنه موضوع يمنح الشعب أجوبة على قضايا ملحة. لم يكن في هذا المكان شيء يذكر، وكنا منعزلين عن العالم، ولا أحد كان يعرف هذا الحي مطلقا. أما اليوم فأصبح مكانا راقيا جدا في المدينة. تم تجهيز كيلومتر ونصف كيلومتر من 7 كيلومترات هي طول طريق ضفة الحوض المائي، غير أن مياه الصرف الصحي تتدفق في البحيرة. أعتقد أن هذا الأسلوب هو الحل الصحيح، لأنه يمكننا من خلال هذا المشروع رفع شأن المساحات العامة والقول إن المساحات العامة شيء رائع ويمكن الجلوس فيها لنراقب الناس وندع الناس تراقبنا. أعتقد أن هذا الأمر مهم، كما أن المشروع مهم لتربية الناس تربية بيئية. عند الإشارة إلى نوعية الماء السيء في ساو باولو مثلا، فأنا أقيم في أوروبا بالقرب من الماء، وهو أمر أعتبره مميزاً. أما هنا فمصادر المياه مرتبطة دائماً بمجاري الصرف الصحي العامة، لذا أعتقد أن هذا المشروع له قيمة كبيرة لإحداث هذا التحول في الوعي. التخطيط لبناء المدينة الضخمة وسكانها في المساكن الشعبية ليست وظيفة سهلة. إنها خطوات قليلة مثل هذا الجسر الخالي من السيارة يوم الأحد. أنا لا أعتقد أن تخطيط المدن والهندسة المعمارية تغيران المجتمع والناس، ولكن أعتقد أننا نستطيع تجميل حياتنا اليومية قليلاً وجعلها أسهل للاحتمال، لا أكثر ولا أقل.